الأم تقول أنه أنا ولا عمرهم مسكوا الألعاب الإلكترونية عيالي وأحس لازم يجارون الحياة. هو طبعاً هني في تعليق بسيط، يعني إذا كان في أطفال أو أولاد ما هم مرتبطين بالشاشة. أنا عموماً مرت علي تجارب كثيرة، وفي كثير من الأولاد فعلاً غير مرتبطين بالشاشة. ولما أقول أنا كلمة شاشة أقصد أي أنواع من أنواع الشاشات. الهاتف النقال يعتبر شاشة، التلفزيون يعتبر شاشة، الآيباد يعتبر شاشة، الكمبيوتر يعتبر شاشة، حتى إعلانات الشوارع هذه تعتبر شاشة. وهذه على فكرة لها نظام. طبعاً في أقل من سنتين، إذا كان الطفل أقل من سنتين، كل ما بعدناه عن الشاشة كل ما كانت تربيتنا أفضل. من فوق السنتين ما في مانع نفتح له يعني أوقات بسيطة يرتبط بالشاشة، أياً كانت هذه الشاشة، هاتف نقال قلنا أو كمبيوتر أو شاشة تلفزيون أو أي شيء. فوق السنتين ممكن، لكن كل ما القاعدة تقول كل ما قللنا من الأوقات اللي نصرفها للشاشة كل ما ساعدنا في نمو الطفل النمو الطبيعي. ليش؟ لأنه في عدة جوانب لازم إحنا نشارك في تربية الأطفال، وخاصة الأطفال اللي أقل من 8 سنوات، لأنه الذكاءات متنوعة. تعرفون إحنا وتكلمنا بأكثر من لقاء أنه الذكاءات متنوعة، يعني أنا كمربي كأب أو أم لازم أهتم في تنمية الذكاء الاجتماعي. ما هو الذكاء الاجتماعي؟ يعني أنا أكون صداقات مع الطفل وخليه يتعرف على الآخرين، يعرف يسولف صح، يعبر صح، يتكلم صح، يشوف بعيونه صح، إذا أحد غلط عليه يعرف شلون يتعامل معه، إذا أحد مثلا سواله معروف يعرف شلون يرد عليه. طيب المدمن للألعاب الإلكترونية كل هالعلاقات الاجتماعية ما يعرفها. أنا من يومين كان عندي زوجة في المكتب ويات مع زوجها وتقول لي كاهو قدامك كلمة، من العمل للبيت، من البيت للعمل، من العمل للبيت، من البيت للعمل، وإذا دخل البيت يقعد من الساعة، يقول تقول هي يتغدى ينام لساعتين وبعدين يمسك الجيم العاب الإلكترونية ليه الساعة 1:30 الليل يوميا، تقول يوميا. طبعا هذا الرجل اللي يعني في المكتب مع زوجته لما يتكلم معه، يعني بصير صريح معكم، أنا ما يعرف يقول كلمتين على بعض، ما يعرف. ليش؟ لأنه الذكاء الاجتماعي عنده مضروب بسبب كثرة الجلوس والإدمان على الألعاب الإلكترونية، فصار منعزل، فنقص عنده التعبير ونقص عنده التواصل البصري أو التواصل الكلامي مع الناس، ونقص عنده معرفة التعامل مع الناس. ولذلك أنا مرت عليه حالات كثيرة عندهم أي شخص يقول أي كلمة فهو صادق، يعني ما يفرقون بين الصادق والكاذب. ولذلك لما يدخل في التجارة ولا يفتح له مشروع بسرعة يقصون عليه وبسرعة يلعبون عليه. ليش؟ لأنه ما في خبرة اجتماعية، لأنه كان مدمن الألعاب الإلكترونية. فإذا هذه واحدة من النقاط. إذا عندنا الذكاء الاجتماعي، عندنا الذكاء الحركي إنه لازم يتحرك، يلعب رياضة، يقفز، سباحة، كاراتيه، ركوب خيل، كرة قدم، كرة سلة، سكواش، تنس، غولف، أي رياضة من هالرياضات لازم الطفل لازم يتحرك. الحركة مفيدة له، أولاً تحرق الأكل اللي قاعد يأكله، ثانياً تقوي عضلاته، تبني جسمه، فينشئ على الرياضة على الحركة. أنا باكر وراء حياة وراء دنيا طويلة، فلازم يكون جسمه جسم صحي. الألعاب الإلكترونية هذه تخلي الواحد أبداً متسمر، يعني كأنه مسمار أمام اللعبة، وبالتالي تضيع عنده الجانب الحركي، تضيع عنده الجانب الاجتماعي. لكن أنا أقول لكم، يعني في تعليق إني كان جميل يقول إنه صحيح إن الألعاب الإلكترونية مضرة، ترى في جزء منها مفيد. نعم صحيح، ويعني أنا عندي مركز اسمه أمان نعالج فيه الأطفال المعنفين، مركز خيري يعني. هو إحنا أحيانا نستخدم الدكاترة الموجودين في المركز يستخدمون أحيانا بعض الألعاب الموجودة في البلاي ستيشن والجيمز. ليش؟ لأنها تساعد في تركيز الطفل، خاصة الطفل اللي عنده تشتت. في بعض الألعاب الإلكترونية تساعد في علاج هذا التشتت وتخليه يركز أكثر. في بعض الألعاب والجيمز تنمي ذكاءات الطفل. لكن إحنا لما نتكلم عن الألعاب الإلكترونية، إحنا نتكلم أنا عن أب وأم مغيبين ما يعرفون عيالهم شو يشوفون أو شو يلعبون. لكن لما تكون الألعاب الإلكترونية هادفة منتقى ومفيدة، ولذلك أنا نصيحتي لكل أب وأم، العب مع أولادك، العب. إذا قال لك بابا أنا بروح ألعب ألعاب إلكترونية، قل له طيب يلا أنا معاك، يلا جيم نلعب جيم مباريك،
والعب معه. يعني انا اتذكر مره لعبت مع ولدي لعبه، فوانا العب قلت له يلا بلعب معك. فالمهم حط اللعبه شاشه كبيره بالتلفزيون، وصلها بالانترنت وبدا يلعب. قال لي انت امسك هالجهاز وانا امسك هالجهاز، ويلا قلت له يلا امش بسم الله، وبديت العب معه. لما بديت العب، طبعا اللعب كله في حرب، هي عباره عن حرب ومعركه. صراحه هي مفيده من جوانب، يعني مفيده ان تعلم الطفل التخطيط، تعلم الحرص، تعلم الابداع، تنمي الخيال، صحيح. لكن اللعبه كلها قتل بقتل. وبعدين اذا ما اصاب الهدف كان يعني الشخصيه اللي انا اخترتها اللي المفروض انه هو انا، يعني اذا ما اصبت الهدف كان يعصب وكان يكسر. فالتعبير عن عدم تحقيق النتيجه كان تعبير خاطئ. هذا التعبير يكتسب الاطفال. بس انا لفت نظري هم بعد، يعني كان في شيء حقيقه سيء في اللعبه، انه اللي كان يقتل وكان يذبح كان يقول الله اكبر. فانا التفت على ولدي قاعد اقول له بابا هذا شنو هذا، يعني هذا مسلم قاعد يقتل الناس في الشوارع وكذا؟ كان يقول لا بابا هذه لعبه لعبه. قلت له لا ماكو شيء اسمه لعبه، هي لعبه اليوم بس هي قاعد تدخل في العقل الباطن. يعني مثل يومين انا سجلت بوست ونشرته انه يعني الان احنا مقبلين تعرفون على موضوع شجره كريسمس، وتصير احيانا بعض البيوت يحتفلون ويحطون شجره كريسمس ويتكلمون عن بابا نويل وغيره، وتلقون البيت بيت مسلم. فانا من يومين نزلت بوست اقول انه اذا كان المجتمع قاعد يتكلم ويربط شجره كريسمس بمولد عيسى عليه السلام، طبعا هي ما لها علاقه لا بعيسى عليه السلام ولا لها علاقه في المولد، لكن اذا كانت الثقافه بهذه الطريقه، وانت كاب او كام مثلا عايش في مجتمع اجنبي ولا مجتمع غربي والكل يتكلم عن كريسمس، طيب انت لازم يصير لك هويتك. واذا كانت واذا طرحوا موضوع ميلاد عيسى عليه السلام، اطرح انت ميلاد عيسى عليه السلام من زاويتك انت كمسلم. وإذا هم تكلموا عن شجرة، طيب أنت تكلم عن وهزي إليك بجذع النخلة، اللي هي النخلة اللي كانت تحتها مريم عليه السلام. بغض النظر عن الموضوع، بس أنا قاعد أتكلم الآن عن الهوية، وشون إحنا من خلال الألعاب لازم نحافظ على عقيدة عيالنا وعلى هويتهم وثقافتهم. ولذلك أول خطوة قبل لا ترفض اللعبة وقبل لا تقول حق ولدك لا تلعب، أنت ألعب معه. أنا أتذكر وأنا صغير كنت يعني بأولى ثانوي، أظن كان عمري 14 سنة وكذا. المهم جاءت عندنا لعبة جديدة في الكويت من زمان، كان اسمها الفليبر، ما أدري تعرفونها، يعني واحد يحط 50 فلس تطلع على كرة، بعدين يضرب بالكرة فتروح وتضرب، بعدين تصير في فيشة. وكنا مجموعة شباب يعني صغار، بعضهم بعض الشباب اللي معانا كان في المدرسة، بعضهم قال لا تلعبونها هذه حرام، بعضنا قال حلال، هذا حلال هذا حرام، هذا حلال هذا حرام، ما عرفنا احنا شو نسوي، ما ندري صراحة نلعب ما نلعب ما ندري. وكان عندنا مدرس دين مميز والله يرحمه توفى الحين، شيخ هو، فقلنا احنا ليش نختلف، خروا حق الشيخ الفلاني ونسأله نستفتي ونقول له اللعبة هذه اللي فليبر حلال له حرام. والله وفعلا تجمعنا احنا 6-7 شباب أولى ثانوي وقتها، ورحنا حق الأستاذ قلنا له استاذ في لعبه جديده توها نازله في الكويت اسمها فليبر، بس بنسالك حلال لو حرام عشان نعرف نلعبها ولا ما نلعبها، اذا حرام احنا لاعبين واذا حلال بنلعبها. كان يقول، وما انسى انا هذا الموقف، كان يقول يا اولادي انتم تسالوني عن شيء انا ما اعرفه، فخلوني العب معاكم وبعد ما العب معاكم اقول لكم حلال ولا حرام. صراحة أنا وقتها تفاجأت، يعني تعرفون إحنا متعودين على أنه مثلا واحد يسأل شيخ ولا يسأل كذا على طول الجواب جاهز، يعني نعم لا حلال حرام على طول على السريع. بس أنا أول مرة بحياتي أسأل شيخ، الشيخ يقول خل أجرب علشان أحكم على المسألة. يعني حقيقة الموقف أثر فيني أنا، ولذلك أنا من ذاك اليوم لها اليوم إذا سئلت عن شيء لا جربته ولا قرأت عنه ولا أفهمه ما جاوب، حتى لو السائل أعطاني معلومات ما جاوب، لأن نظرة السائل غير نظرتي لما أنا أجرب الشيء أو لما أشوفه ديك ساعة أقدر أتكلم صح. نفس هالمبدأ التربوي ينطبق على عيالنا،
العيال بيلعبون العب معاهم من خلال اللعب تعرف صح ولا غلط. وفعلا الشيخ جاي معنا ورحنا، كانت الفليبر كانت في سرداب وقتها يعني في نادي، وجي وقال يلا حطوا لنا 50، حطينا 50 فلس. بعدين قلنا له تمسك هذه وتضرب الكرة، قال زين. بعدين قلنا له حط أصابعك يمين ويسار عشان تضرب الفيشة، فبدأ الشيخ يحط أصابعه. المهم شوي شوي علمناه الشيخ، الشيخ قام يلعب. لما لعب الشيخ كان يقول هاي يا عيال بس هاي، قلنا له بس هذه، هذه اللعبة واللي احنا اختلفنا عليها حلال ولا حرام. كان يقول إذا هذه اللعبة لا حلال خلاص ما في مشكل. طبعا لو تشوفون فرحتنا وقتها، لأن كنا نحب هاللعبة صراحة وصرنا نلعبها. فأنا ما أنسى هالموقف التربوي، فعلا كان موقف مربي. إحنا مع عيالنا لازم نفس الشيء، يعني حتى الأخت اللي تقول عمره 15 سنة والأجهزة لاصقة بإيده، ومشاركة ثانية تقول ابني روحه معلقة باللعب لا دراسة ولا صلاة. لا أنا حين بس بسأل سؤال، أو بسأل الآباء والأمهات، أنتوا حين من يربي الثاني؟ يعني عيالكم يربونكم ولا أنتوا تربونهم؟ بفهم أنا، يعني أم وأب العيال يتحكمون فيكم؟ ولدك يقول لك بلعب ما تقدر تقول لا؟ بنتك تقول لك بلعب ما عندك الشخصية ولا الجرأة ولا القوة إن أنت تقول هذا صح هذا غلط؟ لهذه مو تربية. توصلني رسائل كثيرة يومياً من الآباء والأمهات خايفين على عيالهم. طبعاً شنو ردة الفعل اللي يأخذونها الآباء والأمهات؟ يعزلون الأبناء عن متطلبات الحياة. ليش؟ لأن خايفين من الانحراف، خايفين أن تتشوه أفكارهم، خايفين أنهم يتعرفون على أصدقاء سوء. طيب هل الحل في العزلة؟ هل الحل إن نبعدهم؟ ولا الحل في إن احنا نوعيهم ونربيهم تربية صحيحة؟ الواحد مهما ابتعد هذا المجتمع هو عايش فيه، شلون نربي عيالنا تربية قوية، نبني شخصيتهم، نخلي عندهم ثقة بأنفسهم، نخلي إيمانهم قوي، ونعلمهم كيف يتعاملون مع فتن ومع السلوكيات الخاطئة في الحياة. خدمة معين التربوية في خدمتكم، احنا نعين ونعين.